صاحب الايام الذي لم تمنعه الاعاقه البصريه عن تحصيل العلم سواء في الكتاب في القريه او في الازهر الشريف او في السوربون في باريس حتى تقلد ارفع المناصب واصبح وزيرا للمعارف وعميدا للادب العربي هو الدكتور طه حسين في مصر ارض المجددين المشروع التجديدي لطه حسين كان محوره العلم بمعايشه الحاضر وبجعل العلم حقا من الحقوق التي يجب على كل فرد في الامه ان ينالها انفتح على الشرق والغرب وعلى الماضي واضعا عينه على المستقبل فكون نهضه ادبيه وتطور بالاسلوب حتى صار كالسهل الممتنع واهتم باللغة العربية حتى أصبح رئيسا لمجمعها وعميدا للأدب العربي رحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة أهلا بكم مولانا أهلا بكم أهلا بكم صاحب الفضيلة نستكمل الرحلة ونتوقف عند محطة مهمة هي محطة عميد الأدب العربي دكتور طه حسين رجل أزهري تتحول إلى السوربون تحول إلى فرنسا وإلى الفكر والثقافة الغربية لم يتخلى عن الجذور وعاد مرة أخرى إلى مصر محمل بكل هذه الأفكار لو تحدثنا بادئ ذي بدء في الدكتور عن مفتاح التجديد عن طه حسين يا ترى هيكون إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله, الله وآله ست. وصحبه ومن والاه الدكتور طه حسين او الشيخ طه حسين م. رحمه الله تعالى ولد 1890 وانتقل عن 83 سنه في سنه 1973 بعد يمكن حرب اكتوبر ب 22 يوم صحيح يعني اكتوبر نوفمبر يعني انتقل في نوفمبر. وطه حسين الحقيقه كان له مشروع ومشروع تجديدي وجمع حوله كثير جدا من المثقفين لانه لانهم وجدوا فيه يعني المدخل الصحيح لخطابهم. <applause> فهذا المشروع لو بحثناه وجمعناه وتتبعنا كتبه وقرأنا بنوع من أنواع الأناه في ما كتب هنجد أن محور مشروع تجديد لطه حسين كان هو التعليم وكلمة التعليم كلمة الحقيقة آه يعني مهمه للغايه خاصه ويقول سيدنا صلى الله عليه واله <applause> وسلم انما بعثت معلما طه حسين في مشروعه التجديدي آه اهتم اهتماما بليغا باركان التعليم الخمسه التعليم مبني على الطالب التعليم مبني على الاستاذ وإعداد الأستاذ إعدادا آه قويا، التعليم مبني على الكتاب اهتم طه حسين طول حياته بالكتاب المدرسي وبناؤه وإعادة صياغته بما يوافق ويحقق الأهداف. آه والمنهج المنهج الذي لا يكون قاصرا أو آه أو أن يكون غير نافع يجب أن يكون المنهج متكامل اهتم التعليم أركانه الجو العلمي المدارس وال... وهكذا وتوج اهتمامه بقضايا هي من أس التعليم كالتدريب والتعليم الفني عندنا التربية عندنا ايضا الثقافه كان هم طه حسين الليل والنهار في قضيه التعليم لما نيجي نقول طب واحنا اعتبرناه مجدد ليه لازم نرجع لخريطه التجديد اللي بتقول المنهجيه والمعرفيه والنموذج المعرفي والتراث والواقع يلا نشوف طه حسين هو عنده ده ولا لا؟ م. فنجد لا طه حسين عنده ونص <تصفيق> <تصفيق> عنده هذه الاشياء بزياده يعني مثلا لما يجي في قضيه التراث، التراث ده يعني ما خلفه ابائنا واجدادنا و و وكذا هو كان في دار الكتب اول من وضع سلسله تراثنا اللي طبع فيها تفسير القرطبي واللي طبع فيها التوحيد لعبد الجبار المعتزلي واللي طبع فيها تراثنا كله بقى اللي طبع فيها نهايه الارب للنويري اللي طبع فيها مجلدات كثيره جدا طبعت في تحت عنوان تراثنا وكان من اختار كلمه تراثنا كان هو طه حسين الحكايه واضحه عنده ان التراث ينبغي ان نتعامل معه بصفه منفتحه واسعه التراث ليس تراث الديني فقط بل والعلمي ايضا هل ده مولانا انا اسف للمقاطعه بيفسر يعني مؤلفه الاشهر في الشعر الجاهلي انه يذهب الى هذه المساحه في اللغه وفي الشعر وفي الحضاره ويفند متى كتب الشعر الجاهلي هل يعني كتب قبل البعثة أم بعد البعثة طبعا موضوع الشعر الجاهلي موضوع في غاية التعقيد م. لأنه كثير ممن يعني حلل ودرس في الشعر الجاهلي له مدخلان مدخل تستطيع به أن تنتقد طه حسين وأنك أنت ما توافقوش ومدخل ثاني تستطيع فيه أنك تبقى واقف مع طه حسين ولذلك هو لما استشعر الحرج لما حدثت الضجة حوالين الكتاب غير اسمه وسماه في الأدب الجاهلي مش في الشعر الجاهلي قضية أنه طه حسين بيتألف في الشعر الجاهلي بيقول لك إيه هو بيقول إيه يلا ندخل المدخلين دول ونشوف ونجرب كده المدخلين ونشوف ونشوف أنا مم. هدخل معاه في طريقة الانتقاد اللي طبعا. هي الطريقة اللي فهمها أغلب الناس من الكتاب أنت يا طه حسين تريد أن تحطم المعيار الذي نعاير به ونقيس به إعجاز القرآن يبقى يخص عليك اللي هو الإعجاز اللغوي اللي هو الإعجاز اللغوي كويس اللي بيحصل إيه بقول أدي الشعر الجاهلي وادي القران، ايه رايكم يا جماعه الخير؟ يقولوا لا ده ده فريد لكن ده لا. فانت لما تيجي وتقول ان الشعر الجاهلي ده مش موجود اصلا وانه منتحل وانه تألف بعد نزول القران معناته انه ما معكش حاجه تقيس بيها القران، ما يمكن كلام العرب كان كده. كان هو القران ده. العرب بتتكلم كده بتتكلم بالطريقه دي وبالاسلوب لكن لما ده بيبقى فيه شعر مظبوط جاهلي بقول شوف شوف عن بيقول ايه؟ اه شوفوا امرؤ القيس بيقول ايه؟ طب وشوف القران بيقول لما نيجي ندرس ونرى واحد زي امرؤ القيس بيقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول في حوملي قف وقف واستوقف يعني وقف هو والناس عشان تسمع نبكي نبكي وانا وانت يبقى بكى واستبكى مظبوط من ذكرى حبيب ومنزلي فذكر الحبيبه والدار مزبوط. يبقى ذكر ست حاجات في شطر بيت مم. إيه ده دي حاجه عاليه قوي ايوه ما من المعلقات ايوه ما هو من ابلغ الشعر اللي قيل طب الشطر الثاني بقى ايه؟ ولا حاجه بسقت اللوى بين الدخول فحوملي يعني اماكن زي يقول لك ايه من الدقي للعجوزه يا قلبي ما تحزن الله ده مكان والعجوزه ده يعني عايز تقول ايه؟ ولا مفهومة حاجه مفهومه الأهل لاهل عصره ح... حشو بس يمكن كانت مفهومه الأهل عصره ما هو مفهومه ايه هي الحومة وايه هي لكن هو قال ايه ما قالش حاجة. حاجه انا ما فهمتش حاجه بعد كده بعد آه كم واخد بالك يعني. ازاي فيبقى الربع ال 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 الشطر آه. الاولاني فيه ست حاجات صح والشطر الثاني لما تيجي في القران فإنا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الأبتر لا لا ما هياش آية واثنين وبعدين حشو لا ما فيش حشو ولا حرف ولا كلمة ولا إيه ده حاجة مذهلة يبقى لما باجي أقول يا جماعة في شعر شعره ودي كلامهم اهو وشوف بقى الكلام ده يبقى ده مختلف ده صدر من مصدر غير ده م. ده صدر من مصدر بشري وده م. اله فلما يجي يقول ان الشعر الجاهلي ده ما كانش فيه قبل الاسلام حاجه اسمها شعر جاهلي آه. فبالتالي وكان المعجزه القران الكريم هي ده كان شيء طبيعي في عصره في عصره ده المدخل فيبقى, آه. فيبقى اذا آه. ده المدخل الاول اللي انا هلوم فيه طه حسين واقول له ليه آه. كده انت آه. بتعمل كده لكن المدخل الثاني الصحيح اللي هنعمله بعد الفصل <applause> نعمله بعد الفصل <applause> صحيح سيدنا الله يكون بعد الفصل ارجوكم خليكم معانا <applause> حسين عميد الأدب العربي علامة زمانه ابن مدينة مغاغة هنا الرمتان كما أطلق عليه المؤرخون فيما بعد وتعني مكان الراحة عند البدو فبعد 12 عاماً من تنقل طه حسين بين المنازل والبيوت استقر في هذا المنزل حيث شعر بالراحة والهدوء داخله والذي اصبح فيما بعد متحفا للزوار للتعرف على حياه ادبيه عامره لعالم واديب من طراز خاص. فضيله الدكتور علي جمعه برحب بحضرتك مره اخرى نستكمل الحديث حول احد اعلام التجديد في الفكر الاسلامي وفي الفكر الانساني حتى هو الدكتور طه حسين او الشيخ طه حسين زي ما وصفته في البدايه نعم حركت تفضلت في استعراضك لاحد اعظم واكبر واشهر مؤلفاته في الشعر الجاهلي حضرتك ذكرت بانه في مدخل قد ننتقده ولا نوافقه في الراي حضرتك تفضلت بذكره قبل الفاصل وهو استبعاد ان الشعر الجاهلي قد كتب قبل البعثه وقبل نزول الوحي طيب المدخل الثاني اللي فيه لو اخذنا او تعاطفنا مع هذه الرؤيه. هو يريد ان يقول ان القرآن هو المصدر الوحيد لتلقي اللغه واننا اذا اردنا ان ندرك اللغه فعلينا بالقرآن الكريم م. ولا ينبغي علينا ان نذهب الى الشعر لان القرآن مضمون والشعر مش مضمون فده مدخل كويس م. ومدخل في مدرسه نحويه بتقول انه نحن ناخده من القران لما يقول ان في قراءه ان هذان ساحران مم. ناخده مش هذين مش هذين آه. لان ان بتنص وهذين قال لا ما هو المثنى يبنى على الالف اه يبقى ناخد المذهب ده المثنى يبنى على الألف. بسبب ايه بسبب انه ورد في القران يعني عايز يخلي القران هو حجه اللغه وعايز يخلي القرآن واسع فراح قال بإن القصص اللي في القرآن ملهاش دعوه بالتاريخ هي حصلت ولا ما حصلتش ده ليها دعوه بالعبره والموعظه احنا مش معاه في كده احنا بنقول له لا ابراهيم دي شخصيه حقيقيه موسى ده شخصيه حقيقيه عيسى ده شخصيه حقيقيه ما تجيش تقول لي انها دي يعني ايه امثله حواليد. ولا كذا او امثله يعني. آه. اه طبعا بيربستراسر وقع في مثل هذا ونشر في المجله الاسيويه شيء عن هذا وبعضهم ربط بين مم. تبني حسين للقضيه دي اللي مم. هي ان قصص القران انما هو للعبره وليس لكن حسين في النهايه هو مؤمن ولكن هو يريد شيئا ما في ذهني وهو اعتماد القران الكريم واسبقيه القران الكريم إن القران الكريم هو المصدر الوحيد لنا في معرفه هذه المعاني وهذه اللغه اه ممكن نتعاطف معه في هذا الجانب انما بالجمله سواء كان ده ولا ده ولا كذا الى اخره الرجل استشعر الحرج لما حدثت الضجه الكبيره ورد على الشعر الجاهلي ناس كتير صحيح آه و و وحدث آه جدال طيب وثقافي وعلمي في المجتمع وابرز وأب يعني تملي الحاله الراكده دي ما بتؤديش الى الخير انما الحاله الجدليه والحاله التفكيريه اللي بيبقى فيها حوار ومناقشه بتؤدي م. الى ابراز معاني كثيره وابراز قوة كثيره في هذا المجال. الروافد المعرفيه لطه حسين حضرتك شايفها ازاي؟ ابتداء من الازهر وحفظ القران الكريم في الصغر ثم الانفتاح المفاجئ على الثقافه الغربيه بهذا الشكل وزواجه من الزوجه السويسريه الفرنسيه زوجته يعني شايف حضرتك كل هذه الامور ثم عودته للجامعه المصريه الجامعه الاهليه قبل جامعه القاهره ما تسمى بذلك يعني شايف الروافد دي كلها ازاي اثرت؟ هل تناغمت مع بعض ولا تضربت مع بعض؟ لا هو هو مقرر انه لابد ان يفهم. ما هو بقول لك التعليم هو أس المشروع بتاعه. المتعلم اللي عايز يتعلم لازم يفهم. فلما يجي ما يفهمش حاجة يقول أنا مش فاهم كده أنا ما مش فاهم ده ليس نقصا فيه ده زيادة عليه مم. هو حفظ القرآن الكريم وفي الأيام بيوصف إزاي هو حفظ القرآن الكريم وكذا إلى آخره طه حسين كان لا يخطئ في اللغة في النحو حتى صار رئيسا لمجمع اللغة العربية لكن لا كان يخطئ ويصحح يقول لك مثلا لما مررنا على المسلمون المسلمين كده وهو حتى في الحاجات الاذاعيه وتلاقيه و... بيعمل كده يخطئ وبعدين صح صح طه ما عملهاش طه على طول بيتكلم فبيتكلم كانه كانه من قريش ولا من كتاب نحو ناطق اه حاجه ايه غريبه الشكل <applause> طبعا دي الملكه دي ما تربطش الا بالمصادر اللي حضرتك بتقول عليها فتربيته مم. أحمد حسين أخوه أخوه الكبير نعم وأحمد حسين هو اللي جابه, جابه الأزهر وكده فقال له يا أخويا أنا من في حاجات مش فاهمها إيه الكلام اللي ده هو فهو مش قابل إن هو يحفظ دون أن يفهم ويفهم بعمق كتب سكرتيره رحمه الله تعالى إنه نهايه حياته كلها يعني الخمس ست سنين الاخيره من حياته كان فاتح اذاعه القران الكريم حج سنه وخمسين وكان في استقبال مهيب ليه في الحجاز مثلا ده آه. الملك سعود قبله مظبوط خرج الملك أكل. سعود قبله آه. و لانه كان ساعتها خلاص توج عميدا للادب العربي طبعا من اللي الفه ألف مم. الفتنة الكبرى وألف الأيام وألف المعذبون في الأرض وألف مجموعة كبيرة جدا سواء كانت من الروايات أو في السيرة أو في التاريخ أو في اللغة صار حتى أصبح وزيرة للمعارف مزم. وشارك بعد ما هو صار وزيرا المعارف وخد البشوية خمسين وواحد وخمسين قامت الثورة اثنين وخمسين أيدها مباشرة واضحة الأمور عنده خد رسالته في ابن خلدون وابن خلدون عالم الاجتماع الذي كتب في مقدمته أساس التعليم هو لك مشروعه هو مشروع التعليم مجانية الد... التعليم دافع مجانية التعليم على طول التعليم كالماء والهواء مزبوط. التعليم حق لكل انسان التعليم كذا وكذا وكذا م. ده قبل الثوره مظبوط و... وظل مع الثوره وعلى فكره هو اللي سماها ثوره واخد بالك لان كانت حركه الحركه م. حركه الضباط الاحرار قال دي ثوره هل ده دا لأنه داء الظلم في مراحل كتير في الطفولة وفترة الجامعة ولما اتحرك كان هيتحرم من البعثة ويعني هل انه داء الظلم كتير فصارع في تأييد ثورة 52؟ لا ده لأنه اتربى صح ولأنه حافظ القرآن ثم فهم معانيه هو كان يخشى أن ينسى القرآن فكان يتلوه كتير علشان ما ينساهوش وما يتفلتش منه ودرس البلاغ على الشيخ المرصفي واللي يدرس البلاغ على الشيخ المرصفي يبقى خلاص يعني وصل الى الغايه انما طه حسين اهتم بالتعليم وكل ده كان هو نوع من انواع الشخصيه القويه اللي بيتحدى بيها فده كان اثار بس ده مش مشروع ده ده دي شخصيه شخصيته قويه لا يابه للظلم ولا 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 يعني يطاطي لي لا ده هو راسه مرفوعه لانه فاهم انا شاكر لفضل دكتور علي جمعه شكرا جزيلا لحضرتك يعني معلومات مهمه جدا وقيمه وقراءه عميقه جدا في سيره الدكتور طه حسين احد المجددين شكرا جزيلا لفضلتك شكرا لك شكرا لحضرتك شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام والى اللقاء